طبعا السبب الرئيسي للزيارة هي مساعدة إخواننا الإيزيديين اللي تم حرق خيمهم. هذا أقل واجب نقدمه لهم باعتبار إحنا نحسهم هم أخوتنا بالإنسانية وأخوتنا بكل ما موجود يربطنا بهم في بلدنا العراق الحبيب. اليوم إحنا هنا حتى نقدم لهم أبسط الخدمات اللي نقدر نقدمها. طبعا مجموعة من يعني الأمور اللي تخدمهم بالمنزل قدمنا لهم مبردة وخزان ماء ومجموعة من الأفرشة اللي تعينهم وطباخ صغير. هذه هي واقعا من جهود العتبة الحسينية المقدسة وبتوجيهات المرجعية الدينية في النجف. يعني كل العوائل اللي الأخوة في المجمع انطونا عددهم كلهم مشمولين، كل اللي تم حرق خيمهم ما يقارب أكثر من 328 أو أكثر من هذا العدد. يعني احنا محضرين تقريبا 500 حصة، نحاول نغطي كل اللي تم حرق خيمهم وأيضا نغطي العوائل البقية اللي يتم اقتراحهم إن شاء الله إنه من قبل إدارة الكمي.